بسم الله وكفى سلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا دك جوقتان علي را علي او اسغونا افكا فورتي كدي مركي غبر ودلتي هبر غدير شقه لغا اريي دولت فدرالك الصوماليات وشقينيس ايانا كسو قادن دونا برنامج كينا قدومي كحيجين كي هنا قدومي كحيجين كي هنا امنيغا اي سياسة دا قبل كبنادر علي را علي وآد آد اتقانان نبط اي نلول كتر سنان جري مركي دنبانا كسو بحي كسو بيري دمو الجديد سيدا او عدين ايو كليب قبري اي كسو دوبتاي اسلام مركاسنا كو عاسي قروبي رقي صور لسي اساقو كوشينكا اوجر محمد عبد الله فرماجو كصور لغي ماركيسي نين ميل تاغن اياه وحا اوكاهد لي قضا بكال دوان وحوكاهد لي حلقا قادستا قبرنا قرونكا جوكتي سردونك صوماليا حمدي لي رادو ايو وليبا قبر كلا او وسيركا بيرها او قلنا شاي بيشا اساق در ماريه شقادة كأرية علي يري قرمو وصوقري وحولي يهي سيدتان نينكي ماريه أها إساقونا مركي وشلي أركي حمدي حرو وحلك لغا قادي ميو إساقونا مانتا فتح الشيخ حسن شقادي كعيريي محا تاريخ قرميسا سنتكن هدي أغو قبرنا شقادة لغا قادي نينكيدو وطليها الدنب oo furinta dagaalka aan laba sano ka badan ka soo bixin allo dawladda ka waaniya oo u sheega in aan governo saad dhanka gabdhaha laga marin horta rooble baahane ma taleefan ayuuna isticmaalin sidii sabab mise idaacadaha dalka ka shaqeeya ayaan ba wareysan يعني ورئيسي كدونان بل إنو اوغو يران هدي دبدمسكا سدح بوس لغسيي او كآموسي او كآموسي على عقل قبلها حتى لبس صدر او فيسبوك او كسو قرو ما اوودي وعيي علي ياري وحو ويراري رئيس الوساري رئيس الصوماليا محمد حسين روبلي وحو يري محمد حسين روبلي حدي سدح بوس لغسي دبدمسك سيداس او كو آموسي على الأقل معنيه قبلها جاقوين كان لغا قادا ايو لباس صدر حتى فيسبوك معنيه مكسو قري واي إذا عداها مدقة يستميع تليفون ما يستميع مسه إذا عداها ايان ورئيسي ادونا رئيس الوساري محمد حسين روبلي او وليبا او كو قري با او ولجيدو روبل باهاني وانا نيكي مانتي سوشيال ميديا وريغا اساقو صحن معنيه لاستي او دول فرديو رئيس الوساري ماركيسي محمد حسين روبلي سيدو كلي علي يرو حو قرمك سمي قبردي سردونك اربورك ادن عدد جوكتي اساعدك اهيد markii meesha laga eriyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo iyadu soo qaatay wuxuuna ka soo qoray sidaan wuxuu leeyahay madaxweynow shalayna Xamdi Xarawo madalacsiin iyo amaan ayaa isugu dartay maantana inaad meesha ka qaadato manin ganacsada ayaa culays kugu saaray shalayna amaan iyo dalacsiin ay isugu dartay maantana xilki ayaa ka qaadatay منين جنع صديق يا رئيس كوكو صاري ساسولي حس علي يري وحولي سيدو كلي حمدي وحي اهيد قبرنا اوغو الرئيسي سردون كدالك كبيرتا شان ايه طبان سندود كور اسلام دحوينها يا بشان اد اوغو اماني كرتي ايه هفنان وحوكوسو قبا قبا يا علي يري اولي هاي واللي فير تولكي وحبا مهم بين يان حسن شيغنا هذا التوس أيو أبريري محان فائدني مرك محان فائدني وحي كان لغان تهي فرماجو الدولة دي سي إنان لده قالنو محان فائدنا اللو فهم بكرا
فإذا حسن شيخ محمود مركان حوق جينا أنا سوق جيني ووقت يحوق أنجليني محان كرفني هذا بقى طليها إذا ماذا دنب هايستا وأنين أول شيء بعشر ساعات لغيره قبلنا هذا ماريه وسيرك بيرها حق هين تقوى هيد ولا جري ماشى أي جوكتي وقبل مارك يسمع عنه وقبي طليها سدنب دنب هراء وحوق جوجينين عيرة ولا يرادو بيريري بيريري استافكي اما الى الذي غارك ادن حاشا عيرو ايو اها نكي شبابك ماركيس اميركا او اها لغونا ديلي دو سمريب قرح لبدا كون اي سيديد دي هدبا سيديد بقول اوف ريموت انك بدن ايا لغا هلي تليفون كيسي اساقو شبابك لا شقين اي وطن عيدا مدى دنب للايي ساد اكتين اساقا جارجو ساي ماركي جاقادا لغا قادي او لغا دينا halkii la rabay in maxkamad la soo taago lala xisaabtamo intaas oo askar uu laayay sababtiisi intaas oo baabuur ah oo gaashaaman oo dawladdu leedahay oo u gacan galiyay maxkamad lama soo taagin ee waxa loo dhiibay CID-da kadibna waxa loo dhiibay hangashta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya markaas kadib qaylada markay badatay oo anaga xataa hadaanahay warbaahinta ilaan ciidanka waa walaalaheena haday yihiin hawiye haday yihiin daarood haday yihiin dir haday yihiin danwadaag haday yihiin digley mirifle waa wiil Soomaaliyeed waxa dhimanahay marka maadaama ciidamada ay isku dhaaf yihiin ay baabaayaan ninkaas ciidamada uu shirqoolay in badan marka sirtaasi aan gudbinay ayaa hadana markii dambe waxa loo dhiibay nin sacada marka dahabshiil u dhiibo dahabshiil ka qaado iyadoo ciidamada danab yani guutadaasi la yiraahdo guutada 16aad ee ka kooban tahay ilaahay hadda inta loog yahay dhor urur oo ururka jooga gaalkacyo ee macnaheedu habargidir talyaalka yihiin ururka jooga Jawhar ama Hirshabeelle oo talyaalka yihiin Abgal iyo macnaheedu Hiraab ururka jooga Baarkayse Kismaayo talyaal ay ka yihiin ogaadeen Uliba Ahmed Madobe wiil uu adeer u yahay Arab Iraqi inuu Baarkayse talyo ka yahay oo dalac darajadana isla Ahmed Madobe kaliye siiyay askari federaal oo xad dalac siinaya Ahmed Madobe waa macni weyn shaqeynaysa laakiin anaga state ka Mailand danabta ay xaq u lahaayeen ee deganayd magaalada yaani Dafet ee gobolka Shabeelada Hoose ay furugo loo yaqaan xeeradii militaryga islaantii ay furugo la dhijiro ilmeed hadda ay joogan dawladda dhulka ay ugu deeqday saldhiga military laga dhisay bal lagu dhibaateeyo un dadka deegaanka inta badan maantay waxa way ciidanka jooga digley mirifle macnaheedu inay u taliyaan ururkaasi ay ahayd hawii daarooda lagu yeeray nasiib darro dhacday marka ninka taliyaha la sheegayo oo danab haysta oo cali yare uu leeyahay dhulku difaacaya furimo ku jira furinta uu ku jira maxay tahay uu raaxaysanaya askar uu bukaasaya kaluunkee bay cuneen ee markaysay macnaheedu wixii Mareykanka u soo dhibay ciidamada ay cuneen maxaad haliyay uga dhigaysaa mid kale maareeyay soo xaq uma lahan hadii xogeyahan macnaheedu iyaka ku haystay mukulaal madowba macnaheedu ahaanan u jooga meeshan lagu keenay aqoonteedu aanu lahayn wariya meesha had joogta ku mushaar qaadato hadii loo keenay inuu buriyo xaq u balay miya ilaa capacity baa loo baahan yahay wasaaradda ninkan wasiir dhan waa marka meeshaas waxaan ka aragnaa habar gidir in ay yaka ku haysatay wasaaradaha agaasimayaasha yaani qofkan ii shaqo geey meeshana mushaar ku qaato mana la soo burin karo inay ahayd laakiin hadda ilkaha laga siibaya waa la soo jafaya sidaad u jeedaan marka markaysay macnihi sanadkan waa sanad gaar u ah habar gidir dadaalkii ay gashay markaysay ay ku khasaartay mana rajaynayo in ay ku guuleysan doonto dardaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dirtiis u qabo maxaa yeelay midkaad u amal falaysa daraadii ebe uu arkaya sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siine walaalayaal haddii ma arkayse macnihi adduunkan waa laba maalmood Rabbi ka cabsiga mar walba aan isu dardaarmayna annagu mar walba shacabka inaan wax ka sheegna meeshaan uma iimaanin annaga siyaasad ayaan dhaliilnaa toosinaa ama qofkii wax toosiyana macnaheed aan ku amaana marka shacabka hadii ay wax naga tabanayaan cafis baan weydiisanayna cid walba oo noo gaftana cafisaan siinay muuqaalkan muuqaalka xiga kor hadii la kala qaato balanteena waxa weeye inaan ku kulanno
حوض كنبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسا.